السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. افتتح جارة الملك عبد الله الثاني اليوم أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 18. جلالته أكد في خطاب العرش في خطبة العرش السامي على جملة من عناوين المرحلة المقبلة، أبرزها السير قدما بالنهج الإصلاحي الشامل المستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورات التحديث والتطوير. نتابع سوية خطبة العرش السامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حضرة الأعيان، حضرة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 18. وإنه لا يسرني أن أتوجه بالتهنئة والمباركة للإخوة والأخوات النواب الذين فازوا بثقة أبنائي وبناتي دوائرهم الانتخابية ليكونوا ممثلين لهم في مجلس الأمة، ومن خلال انتخابات تجسد التزامنا بتفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وصنع القرار وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية التي نعتز بها ونحرص على حمايتها وتعزيزها. حضرات الأعيان، حضرات النواب، الحمد لله الذي بعونه وتوفيقه وبوعي الأردنيين والأردنيات الذي نعتز بهم ونفاخر، وبشجاعة قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي نحرص على دعمها وتعزيز قدراتها. نجحنا طيلة السنوات الماضية في صون مجتمعنا ووحدتنا الوطنية من قوى الظلام وخوارج العصر والإرهاب. غير أن التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم، بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة، ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز. وبالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. ونحن عازمون على المضي قدما في رفع سوية اقتصادنا من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولا وآخرا، وترسيخ المشاركة من خلال قانون اللامركزية، ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء، وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكن شبابنا من تحقيق طموحاتهم.
لذا فقد وجهت حكومتي التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة 18، وطالما تحظى بثقة مجلس النواب الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة أولوياتها التعاون مع مجلسكم الكريم بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية. وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام. حضرات الأعيان، حضرات النواب، نحن مستمرون في الإصلاح الشامل الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن. وكل ثقة بأن مجلسكم الأمة والحكومة سيتعاونان على استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها بما يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أدعو الله جلت قدرته أن يعيننا جميعا على تحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، لنمضي بثقة وعزيمة في خدمة هذا الوطن الأعز والمواطن الأغلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نناقش في حلقة اليوم خطبة العرش السامي وفي محورها الأول، ومن ثم سننتقل لما تبع ذلك من انتخاب للنائب عاطف الطراوني رئيسا لمجلس النواب في دورته العادية الأولى. أرحب بضيفي الكريمين هذه الليلة، النائب الدكتور مصطفى ياغي، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا بك. والكاتب والمتخصص بالشؤون البرلمانية الأستاذ حكمة المومني، أهلا بك. أهلا. اسمحوا لي أن أبدأ بخطبة العرش. وخطبة العرش اليوم كانت ممكن أبرز السمات التي ميزتها أنها كانت خطبة قصيرة مباشرة لاقت استحسان لدى الجميع، خطبة ركزت على المفاهيم الرئيسية والرؤى الرئيسية لجلالة الملك. وجهة نظرك. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءك ومساء أخي وصديقي حكمة، وأيضا مساء كل المشاهدين على امتداد تراب وطننا الغالي. لا شك أننا اليوم في باكورة أعمال مجلس النواب 18 في دورته العادية الأولى، يعني قد استمعنا إلى خطبة العرش السامي، وكانت كما أشرت مختصرة، وفي يعني خطوة غير مسبوقة في الواقع أن تكون هذه الخطبة يعني بهذا الاختصار وبهذه يعني إنجاز التعبير، لأن أقول بهذه المحددات الواضحة، واضحة المعالم التي جاءت بها خطبة العرش. لا شك أنها ركزت على جملة من الثوابت، وهي النهج الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح، تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المتربصين لهذا الوطن وأمنه واستقراره، وأيضا الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات العربية والإسلامية في فلسطين التاريخية وفي القدس، والاقتصاد والحث على التعاون والتشاركية إلى كل ما ذلك. ربما الملفت للانتباه في هذه الخطبة أيضا، وهذا للمرة الثانية وليست المرة الأولى في الواقع، تتضمن مثل هذه خطبة العرش، تتضمن مثل هذه الإشارات، ألا وهي الإشارة إلى أن الحكومة
تبقى ما بقي مجلس النواب ينال وان هذه الحكومه عشان ما بقيت تنال هذه يعني ثقه مجلس النواب. اعطيني مجال انا بدي افتح في المحاور. انت تستبق المحاور جميعها. انا بدي اسمع رايك استاذ حكمت والتاكيد على وحده الصف والاسره الاردنيه الواحده وايضا عدم السماح بالمساس بحقوق او كرامه اي مواطن. يعني اولا مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير استاذ مصطفى. اولا يعني لابد من الاشاره الى يعني الى موضوع قصر الخطبه، خطبه العرش حقيقه يعني فيها اكثر من رساله سياسيه. يعني عاده من الحكومات دائما تختبئ وراء جلاله الملك دائما في الخطابات التي يلقيها امام ويفتتح فيها اعمال مجلس الامه، والملك يطالب والملك يؤكد والملك وهذا يعني كان يسبب حرج حقيقه للسلطه التشريعيه احيانا في مناقشه الحكومه، بمعنى انه يعني انه هذه حكومه جلاله الملك. الان جلاله الملك كان واضح جدا، جلاله الملك بحكم الدستور هو يراس السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. نعم. وبالتالي اراد من هذه الخطبه القصيره ان يتحمل كل من السلطات مسؤولياته، الحكومه في ان تكون واقعيه وموضوعيه في مخاطباتها لمجلس النواب، وان تضع برنامجها الوزاري للمرحله المقبله وفق معطيات محدده حسب موازناتها حسب قدراتها حسب امكانياتها المتاحه. النواب ايضا عليهم ان يناقشوا بموضوعيه، ليس المطلوب من الحكومه بعيدا عن الشعبويه وبعيدا عن الشعارات الرنانه، مقدرين الظرف الحالي والتحديات التي تمر فيها الدوله الاردنيه. وبالتالي اكد جلاله الملك على موضوع التشاركيه بما يخدم المصلحه العامه، هذه النقطه الاساسيه. لا يريد من احد ان يختبئ، لذلك وراء جلاله الملك في هذا الموضوع حمل كل سلطه مسؤولياتها. الان الوطن بحاجه الى معالجات حقيقيه، هناك ازمات اقتصاديه، هناك تحديات امنيه، هناك الارهاب ما زال يحيط بنا من كل جانب، وبالتالي على الحكومه ومجلس النواب ان يكون علاقاتهم تشاركيه وفق خدمه للمصلحه العامه وفق الدستور. نعم. بمحضر الدستور. هذا الامر. من الجانب الاخر فيما يتعلق في الوحده الوطنيه، جلاله الملك اكد في خطاب في خطبه العرش السامي على ان حاله الامن والاستقرار هذا انجاز عظيم حققته الدوله الاردنيه في ظل ما يحيط فيها من ازمات وصراعات سياسيه. حاله الامن والاستقرار تتطلب من الحكومه ومن مجلس النواب ان يقر تشريعات تضمن حقوق وكرامه المواطنين. هذه بناء تراكمي. اولا استمرار حاله الامن تتطلب استمرار دعم القوات المسلحه والاجهزه الامنيه، وهذا ما اكد عليه جلالته. تتطلب ايضا الحفاظ على نسيجنا الوطني ونسيجنا الاجتماعي. نعم. ووحدتنا الوطنيه. نعم. تتطلب ان تكون هناك تشريعات تواكب وتحمي حقوق المواطنين وعدم تغول السلطات او المحسوبيه او الفساد او كذا. وموضوع النزع اذا هي استمدت من الورقه النقاشيه السادسه لجلاله الملك. نعم. التي اكد فيها على ان سياده القانون هي اساس الدوله المدنيه، اساس الدوله الحديثه. انا اعتقد ان خطبه جلاله الملك هذه المره كانت عميقه جدا، كانت شامله، حملت كل سلطه من السلطات مسؤوليات. القضاء واللجنه الملكيه مطلوب منها ان تضع قوانين تضمن نزاهه القضاء وسرعه التقاضي وضمان حقوق المواطنين باعتبار العداله القضاء محراب العداله. السلطه التنفيذيه ان تكون واقعيه. نعم. التشريعية أن يتعاملوا مع قضايا الوطن بموضوعية بعيدا عن الشعبوية. هذا أبرز ما لكل سلطة مهامها وصلاحياتها أن تقوم بها وفق الدستور. طبعا وفقا لأحكام الدستور. رفع سوية الاقتصاد تحدثنا عنه، أيضا جارة الملك في خطبة العرش أكد على اللامركزية وتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتمكين الشباب من تحقيق الطموح. اللامركزية تحدي مهم اليوم لأنه هي يعني جزء لا يتجزأ من إشراك الشباب في صناعة القرار، صحيح؟ لا شك أن اللامركزية هي كانت طموح، وأنا أعتقد أن نقترب من تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع في والاستحقاق. هذا ربما سيكون في صيف العام المقبل. دائما تعزيز المشاركة الشعبية هدف من أهداف جلالة الملك الذي ارتاء دائما في كل الأوراق النقاشية أن يشير إلى هذه النقطة المفصلية تحديدا. نعم. المشاركة الشعبية، تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي إخراج وفي إفراز قيادات شابة طموحة قادرة على التعامل مع كل هذه التحديات في هذا الوطن العزيز، أعتقد أنها هدف. يلي ذلك أيضا البلديات، وهي لا تقل أهمية عن اللامركزية، لأن البلديات أيضا مؤسسات حكم محلي، والمشاركة الشعبية فيها لها دور في إفراز قادة، لها دور في إفراز رؤساء وأعضاء مجالس بلدية قادرين على تلمس احتياجات المواطنين وقادرين على تقديم الخدمة الفضلة لمناطقهم، طبعا ضمن
رؤى واضحة، ضمن أفكار، ضمن خطط، ضمن برامج، ضمن استراتيجيات. أعتقد بأنه نحن في الصيف العام القادم اللامركزية والبلديات كل منها سيكمل منظومة الإصلاح في اعتقادي اللي أرادها جلالة الملك والذين يعني نريدها نحن أيضا. نعم. يعني كنواب لنا علاقة بإيجاد بيئة تشريعية ناظمة وحاضنة لكل هذه القضايا المصرية والمفصلية. طيب آمل وأنا هنا أقتبس من الخطاب الملكي، آمل أن تستمر طيلة الحكومة، طيلة فترة المجلس، طالما تحظى بثقته. يا سيدي جلالة الملك يعني قبل هيك أكد في خطبات سابقة أنه يعني الحكومة ستستمر في أداء مهامها ما دام مجلس النواب راضي عنها وعن أدائها طبعاً، ومجلس النواب مستمر ما دام الشعب والناخبين راضين عنه. أراد جلالة الملك أن يؤكد على هذه الحقيقة، لأنه يعني ما عادش الآن يعني أن يعني أنك أنت تتحمل عبء حكومة ضعيفة أو حكومة غير قادرة على الإنجاز، ولا عاد الشعب قادر على تحمل عبء مجلس نواب ضعيف بنفس الوقت. طالب بأن تكون السلطات قوية، يعني كلما كانت السلطات قوية سواء سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية قوية يقوى للدولة الأردنية. جلالة الملك يعني هناك تحديات، وبالتالي يطالب السلطات الثلاثة بتحمل مسؤولياتها، مسؤولياتها تجاه المواطنين، تجاه الشعب الأردني، تجاه قضايا المختلفة، تجاه ما يحط فيه من أزمات. لم يعد يعني القبول بحكومة ضعيفة، لم يعد بحكومة غير قادرة على الإنجاز، لم يكن غير قادر على تلمس هموم المواطنين، وبالتالي وضع الحكومة أمام المحك. الآن مطلوب من الحكومة أن تقدم برنامج واقعي وموضوعي، وحددها جلالة الملك في خطبة العرش السامي. المطلوب أن تضع برنامج تقدم وتنال الثقة على أساسه، أن يكون موضوعي وواقعي. وبمعنى إيه؟ بمعنى أن تكون قادرة على تحقيقه، أن تكون صادقة فيما تقول، أن تكون قادرة على ترجمته، أن يكون يتماشى مع الواقع والحالة الأردنية يعني والتحديات الماضية. إذن لا يعني مش مطلوب من الحكومة تقدم طبعاً موضوع إنشاء أو خطبة عصماء، ولا مطلوب من النواب الآن كمان أن يبصموا على برنامج واضح قابل بالضبط، يعني ضمن خطط واضحة، ضمن مدد زمنية محددة، ضمن معالجات حقيقية، وخاصة الموضوع الاقتصادي. يعني تعودنا دائما ستعمل الحكومة وستقوم الحكومة، يعني الخطاب دائما البيان الوزاري 3000 كلمة، لكن شو ينفذ منه؟ تطلع الحكومة بترجع ما لم ينفذ شيء. يعني هذه مرحلة جديدة، يريد جلالة الملك أن تكون هذه الحكومة تضع خطط مدروسة علمية لمدة زمنية تبني وتؤسس لمدى الحكومات القادمة، وليس بالحكومة بالضرورة الحكومة الحالية. بمعنى أن يكون النهج واضح، نهج سواء النهج في المسار الاقتصادي أو في مسار إصلاح التشريعات بشكل عام المتعلقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لم يعد الآن القبول بظل التحديات اللي بيعيشها الوطن، وبظل إصرار جلالة الملك على أن عملية الإصلاح عملية متواصلة، أن تبقى الحكومات تختبئ وراء خطبة وراء جلالة الملك واضح، وأن تبقى يعني تتحدث بلغة إنشائية غير موضوعية وبرنامج غير قابل نعم للتطبيق. نعم. حكومة تستمر طالما حظيت بثقة مجلس النواب، والتأكيد على النهج الملكي بالاستمرار في الإصلاح الشامل والتحديث وتطوير المستقبل أبناء الوطن. سيدي دائما بيقولوا أنه الله يكون بعون الشعب الأردني، والله يكون بعون هالحكومات في ظل هذا المحيط الملتهب وفي ظل هذا التحدي تحديات الصعاب. بس أنا بقول شو حاجة المجتمع الأردني لحكومة غير قادرة على الابتكار وغير قادرة على خلق على إحداث التغيير وإحداث الفرق؟ شو حاجة؟ إيش القصد؟ القصد إنه كما أشار الزميل حكمت، أنا ما بدي البيان الوزاري يجيني إنشاء، ولا بدي البيان الوزاري، البيان الوزاري يفترض فيه أن يأتيني برؤية وأن تتنفذ هذه الرؤية في إطار زمني محدد. يعني لما بدي أتحدث عن كيفية معالجة الفقر والجيوب والبطالة بدي يكون في عندي برنامج موازي ينهض بالشباب ويستوعب العاطل عن العمل ويستطيع أن يعني أن يعالج هذه المشكلة على الأقل ولو بالنسبة. أنا اليوم بتحدث عن 25 من 19 ل 25% نسبة البطالة عندي، الأرقام الواقعية والأرقام المخفية. أنا على الأقل خلي هذه الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتخفيض نسبة البطالة إلى على الأقل إلى يعني 5%، كم ناخذ 5% عشان نقول انه بدي اعطي ثقه على هذا الاساس، عشان ما حدا بالشارع يسبنا كنواب ونقول اعطيت الثقه للحكومه على اي اساس. هذا جانب. الجانب الاخر، اذا بدنا نتحدث عن اقتصادنا المهترئ اللي هو الان في الانعاش
أيضا بدي الحكومة تعطيني رؤية ضمن إطار زمني محدد، ما هي الخطوات العملية التي تستطيع حكومة الدكتور الملقي فيها أن تنهض بهذا الاقتصاد وأن تستقطب الاستثمارات وأن تحاول فتح باب الاستثمارات، وأن على الأقل حتى في إطار التهرب الضريبي والتهرب الجمركي بالمليارات، إحنا عم يعني بضيع على خزينة الدولة الأردنية، إحنا مبارح استدنا كمان مليار. إلى متى سنبقى نأنه الشعب الأردني؟ إلى متى سيبقى يأنه تحت وطأة المديونية؟ مديونية ثم مديونية ثم مديونية. هل هي الحكومات شكلية؟ إذا كانت هذه الحكومات شكلية فأنا بعتقد خلينا نقول للشعب الأردني إحنا بس عم يعني من دوكر وعم منزين ومنعمل شوية مكياجات. أنا بدي حكومة تتقدم لي ببيانها الوزاري في إطار زمني محدد تحقق فيه على الأقل ولو إشي نسبي. نسبي بس نقول نتقدم إلى خطوة. احنا بنقول الشعب الأردني صبور، الشعب الأردني مناضل، الشعب الأردني وحدوي، الشعب الأردني بيحب وطنه بيحب قائده، لكن إلى متى؟ مستعدين نشد الأحزمة على البطون بس لمتى؟ قولونا للحكومة لمتى؟ بتكون تزرعونا مليون نخل مثلا عشان بعد 10 سنين نصدر زيت النخيل؟ قولونا بس عشان نفهم. أما أنا تجيني ببيان وزاري في 200 صفحة وبعدين تقول لي بدي الثقة على أساسه، أنا بعتقد أنه إحنا تجاوزنا هذه المرحلة. وخطاب خطبة العرش اليوم بشكل واضح تقول للحكومة، فيها توجيه وفيها رسالة واضحة للحكومة، البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الثقة، إذن يفترض أن يكون بيانا وزاريا واضحا ومحدد المعالم. بخلاف ذلك أنا بعتقد أنه الحكومة يعني أستاذ محمد في الموضوع تحديدا، يعني خلينا نحكي عن موضوع الفقر والبطالة. طب تسمح لي قبل ما أحكي عن الفقر والبطالة أطلع فاصل، وبعد الفاصل أرجع لإن الشعب الأردني إن والحكومة ما لديهم برامج وبرامج قابلة للتحقيق وقابلة للحياة، كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير. معنا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، وتوقفنا عند حديث الدكتور مصطفى الشعب يئن وبنربط الحزام وما عندنا مشكلة بس يكون عندنا صورة واضحة إلى متى وعندنا فقر وبطالة. يعني أستاذ محمد، أنا أبدأ من عندما انتهى الدكتور مصطفى، يعني في موضوع الفقر، يعني إحنا الآن بنواجه تحديات، يعني هناك دائما بيانات الحكومة اللي الوزارية اللي بتأخذ الثقة على أساسها سنعمل على حد مشكلة الفقر، سنعالج مشكلة الفقر، كذا ما في إنتاج، البطالة عمالها بتزيد. يعني أنا بدي أفهم شغلة، والفقر بيزيد، بدي أفهم شغلة، يعني مش قادرين ننظم سوق العمل إحنا في الأردن، مئات الآلاف من العمال الوافدة في الأردن، للعلم ثقافة العيب انتهت عند الأردنيين. الأردني مستعد يشتغل في أي في أي في أي وظيفة أي إن كانت، من أمانة من عامل وطن على وظيفة. صح. يعني اللي بتحجج في وظيفة العيب أو ثقافة العيب هذه انتهت عند الشعب الأردني. الأمر الثاني، المواطن الأردني عنده استعداد أن يسافر لأي مكان يعمل فيه، كيف في بلده، هذا أمر. يعني ما زلنا نتحدث عن العمال الوافد بمئات الآلاف وبدون تصاريح وبدون ترخيص، وكلها بتدخل على أنه عامل زراعة وعامل مش عارف كيف، وبيشتغل في حارس عمارة وبغسل سيارات وبيشتغل في مطعم وكافتيريا سياحية، وقاعدين إحنا بنخرج مئات الشباب سنويا من الكليات الفندقية. الأمر الثاني، التعليم التقني، نتحدث عن التعليم التقني والتعليم المهني في كل بيان وزاري في الحكومات السابقة، لكن ماذا فعلنا كبنية تحتية؟ هل في مدارس مؤهلة للتعليم التقني؟ هل في مدارس عندنا في الأردن على مستوى المحافظات ككل لديها القدرة على التعليم المهني؟ هذا أمر. المشاريع الانتاجية مش هذه تعمل على اللي بتشغل أيدي العامل وبتحد من الفقر والبطالة؟ طيب إحنا المنحة الخليجية ماذا فتحنا فيها شوارع وطرشنا فيها بمدارس ودهنا فيها ولا أي مشروع انتاجي؟ إذا كيف بدك تعالج مشكلة فقر وبطالة؟ كيف بدك تحد من مشكلة الفقر والبطالة؟ بدك خطوات عملية وفعلية يعني حتى تعالج هذه المشكلة. إحنا ما زلنا الحكومات ما زالت غير قادرة على اتخاذ أي خطوات حقيقية وإجرائية وقادرة على تنفيذها في موضوع الحد من مشكلة. تبدأ في موضوع تنظيم العمال وسوق العمل الأردني أقل أول خطوة يعني، وهذا قرار. طيب مش من باب التحريض بس كل مرة نيجي هون وبنحكي عن موازنة وبنحكي عن برامج انتخاب. وانت معي ولا مع غيري؟ معاك دكتور، ما بدي اطلع غيره. وبنحكي عن الحكومات وشو عند الحكومات وشو تقدم من الحكومات وبنعطي الحكومات ثقه. شو عند النواب سؤال اليوم مثلا؟ شو عندكم؟ سيدي والله ما تفتح لي علي مواجهه كثير. بدي اقول لك على شيء. اولا احنا بنحترم اراده الشارع الاردني في اختيار ممثلي، لكن من المهم جدا ان ننتبه الى ان النواب جاءوا من مرجعيات مختلفة ومن قواعد انتخابية مختلفة، تباينت
في طلباتها وفي طموحاتها وفي رغباتها. خلينا ندرك هاي الحقيقة. طيب احنا مش عم نتحدث عن مجموعة من الأحزاب تتنافس على برامج عشان تقول شو عند النواب، بس أنا ومع ذلك مع كل هذه يعني المتوالية المتناقضات، أنا أؤكد لك أنه في مجموعة من النواب من الذين أعرف والذين يعني بدأت بالتعرف عليهم مجددا، أقول لك أنه لديهم شيء. كيف يعني ما حدا ترشح عشان بس تقول له سعادة النائب؟ أعتقد قل لي هذا اللي ترشحه عشان بس يعني يأخذ لقب سعادة النائب وحط النمرة. لا لا، في ناس جاية على المجلس في عندها إشي، في عندها إشي تحكيه، في عندها إشي تقدمه، في عندها إشي أيضا تتحاسب عليه أمام جماهيرها، مؤكد هذا الكلام. لكن بالمقابل أنا بقول بالمقابل الشارع هو الرافعة الحقيقية، ويمكن يشاركني أخي حكمة في هذا، الشارع هو الرافعة الحقيقية لدعم النواب وأن يكون هذا المجلس قويا. بس أنا بكرة إذا بدي إياه المجلس النواب برذعة الحكومة اللي مش قادر، تعرف المثل بيقول مش قادر على فلان بنط على البرذعة، وصيروا يلطشوا في شمال ويمين ويضعفوه من أول جلستين، بتصير القصة شو عند يعني. لا شك أن النواب سيصابوا، العدد منهم سيصاب بالإحباط، وبالتالي ما رح يقدم لك أي شيء. إحنا بنقول في، وأنا آسف أني بدي أسجل عتبي أيضا على الشارع الأردني من خلال هذه الشاشة، 4,200,000 مواطن كان يحق لهم الوصول إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثلهم في هذا المجلس. لما بيصل 1,200,000، 3,000,000 هذولا اللي بدهم نظروا علينا بكرة، واللي بدهم يصيروا يسبوا على النواب ويسبوا على الحكومة بكرة، 3,000,000 كانوا سلبيين وعدميين ولم يشاركوا. أنا بحترم قرار المقاطعة، إذا بدك تقاطع قاطع موقف مقاطعتك، لكن بالمقابل أيضا ينبغي عليك أن تثمن وتعظم المواقف الإيجابية سواء كانت للدولة ولا للحكومة ولا للنواب ولا لأي سلطة، وتنتقد السلبيات. لكن إحنا اللي صاير عنا، وأنت إعلامي صديقي وترى ما يحدث في الإعلام وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مش معقول الناس بتلاطش فينا ملاطشة، هذا نائب مش عارف إيش. لا، إحنا بنقول ينبغي علينا أن نرتقي إلى حالة الوعي المطلوب اليوم بأننا سلطة. أنا في تقديري قادر المجلس على الارتقاء بصورته؟ لماذا لا يقدر؟ بسألك أنا، أنا متفائل. 130 نائب سيدي اليوم. أنا متفائل اليوم بوجود أكثر من 75 نائب جديد يدخل المجلس، يلجو المجلس هذا لأول مرة. 74 نائب جديد يلجو المجلس لأول مرة، بالإضافة إلى النواب السابقين من الدورة الماضية والنواب السابقين من دورات أخرى. أعتقد أنه لديهم ما يقدمون هذه المرة. اسمح لي أن نحكي صراحة شوي، 74 نائب جداد دا يدخلوا في الأجواء ويعرفوا كواليس اللعب النيابية ويدخلوا في الطبيعة، طبيعة اللعب النيابية، بدهم وقت، بدهم وقت، بدون وقت. بس السؤال سيدي، ما هو بده وقت قديش؟ هاي إيجابية بدك تحسبها؟ بس السؤال أستاذ محمد يعني اللي بطرح نفسه، قوة مجلس النواب كيف تقاس؟ أولا يعني خلينا نتفق على شغلة، الجميع يجب أن يكون معنا في تقوية السلطة التشريعية. صحيح، كسلطة تشريعية يعني وجودها مين الجميع يعني؟ كمواطنين أردنيين إحنا يجب أن نكون حريصين على وجود السلطة التشريعية. طيب، ما بنحكي عن النواب، وجود السلطة وقوة هذه السلطة خدمة للشعب الأردني وخدمة للدولة الأردنية، الكل متفق عليه. لكن قوة المجلس تأتي من أين؟ يعني تحدث الدكتور مصطفى وقال إنه مثلاً يعني في 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 مرات يعني ضغوطات على مجلس النواب، في مرات ممارسات يعني أو مجلس النواب مستهدف. مين بيضعف مجلس النواب؟ النائب الذي يضعف مجلس النواب. أنا لما النواب بيجوا بخطابات الثقة أو الموازنة بيطرحوا طروحات بصوت عالي عالي جدا، وعند التصويت بتكون عكس ما طرحوه. كل ثقة. أنا 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 كإعلامي مش لازم أنقل واقع. أنا شو دوري؟ أنا ما يعني ما بنيت معلومة خاطئة، أنا تحدثت عن واقعي، أنت طالبت كذا وكان موقفك كذا عكس ما تحدثت فيه. هذا اللي بيضعف مجلس النواب. الأصل أن يكون نائب منسجم مع خطابه، تعطي قوة. هذا أولا. الأمر الثاني، الأصل أن لا يكون نائب يعني مجرد يعني صوت عبارة عن يعني يبحث عن الشعبوية. يعني قوة مجلس النواب تأتي من قوة قدرته على مناقشة القضايا المطروحة بموضوعية ومصداقية. صحيح. ليس يعني مش مخاطبة شارع ولا بحث عن أصوات جديدة. إذا القوة، إذا النائب هو اللي يصنع القوة لمجلس النواب، هو اللي بيحدد مسار مجلس النواب. انا ما بقدر اقول مجلس النواب متفائل فيه ولا مش متفائل. ليش؟ لانه الان عندك مجلس نواب مبين واضح، عندي في معارف، عندي 74 نائب جديد. الان في نواب سابقين خبرناهم وخبرنا مواقفهم. الان انت 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 الموقف الجمعي والموقف العام للمجلس النواب عند التصويت على القرارات الحاسمه هو اللي بيؤدي
اللي بخليك تحكم عمل النواب. تصرفات الفردية للنائب لا تحكم، لكن في النت تحكم على النائب نفسه، أما كمجلس نواب قوي أو ضعيف القرارات الجماعية اللي تحكم، موقفه من الثقة، موقفه من البيان الوزاري، من الموازنة العامة، موقفه من القضايا العامة المطروحة على مجلس النواب. إذا هون بيبين موقف مجلس النواب ككل. قراءة أولية ماذا تقول في موقف أنا مجلس النواب؟ أنا بالنسبة لي يعني أعتقد أن القراءة الأولية ما زالت يعني 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 عادية، مثل المجالس السابقة. في بعض الأصوات قد تكون أصوات مناكفة حقيقة، وبعض الأصوات قد تكون أصوات يعني تطرح قضايا موضوعية ومن منطلقات سياسية وحزبية، وبعضها قد يكون من المصلحة الوطنية، لكن القرار النهائي بيكون قرار الغالبية النيابية، بيكون منسجم مع مثل المجالس النيابية السابقة. مثل المجالس النيابية السابقة؟ تقديري قراءة أولى. أنا ما عندي قدرة على أني أنا أحكم على الأمور بشكل مسبق. إحنا المجلس يعني هاي الجمل وهي الجمال، بكرة بنشوف. أما أنت بدك تغلطني يا محمد، تخليني أنا أقول مثل سابقاته. مش مثل سابقاته. طيب أنا بعد الفاصل راح أواصل الحوار معكم، وراح ننتقل لملف آخر وهو ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب بعد فاصل قصير. ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، وفي محورنا الأخير سنتحدث عن انتخابات رئاسة مجلس النواب والتي فاز بها النائب عاطف الطراوني. نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ الحوار. تسعة وستون صوتا حظي بها النائب عاطف الطراوني في انتخابات رئاسة مجلس النواب 18، فيما حاز منافساه النائب عبد الكريم الدغمي على 34 صوتا، والنائب عبد الله العكايلي على 21 صوتا، كما ألغيت 5 أوراق أحداها ورقة فارغة. إذن الطراوني رئيس لمجلس النواب 18 حسمها بفارق ملحوظ من الأصوات، والتي بلغ مجموعها 129 صوتا من أصل 130 نائبا لغياب أحد أعضاء المجلس. بسم الله العظيم أن أكون مخلصا للملك. جلسة النواب الأولى شهدت في بدايتها أداء اليمين الدستورية، وختمت برفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم، بعد أن ألقى رئيس المجلس كلمته التي شكر فيها ثقة النواب، واستعرض أبرز ما ينتظرهم من مسؤوليات تجاه الوطن وناخبيهم. وبختام جلسة النواب الأولى تكون مسيرة مجلس النواب 18 قد بدأت، بانتظار ما سيحققه هذا المجلس من إنجازات، وما إذا كان سيلبي طموحات الأردنيين في مجلس قادر عازم حازم يمثل الشعب ونبض الشارع الأردني ويحمي الوطن ومصالحه ومكتسباته. دكتور مصطفى، انتخابات الرئاسة، تعليقك بداية. انتخابات من جولة أولى، 69 صوت، 34 21. يعني بداية بنقول مبروك لسعادة المهندس عاطف الطراوني بهذه الثقة، وحظا أوفر للزميلين العزيزين معالي عبد الكريم الدغمي ومعالي عبد الله العكايلي. أنا فقط كنت بقول يعني في أروقة المجلس ومع الزملاء بتهامس دائما أنه هذه التحالفات، شكل التحالفات والائتلافات وبناء الكتل، يعني في الأسبوع الأخير من بداية الدورة العادية هو اللي بحسن. صحيح أنه أعلنت نتائج الانتخابات ب 23-24-9، وكان في معنا وقت طويل، الشباب تعرفوا على بعض، لكن الحسم كان يمكن في 48 ساعة الماضية على بدء الانتخابات وافتتاح الدورة العادية، وتم بناء هذه الائتلافات بشكل أو بآخر. ربما زميلنا معالي عبد الكريم الدومي ربما يعني خانت التعبير في عدم تشكيل كتلة أو عدم الانضمام إلى كتلة. بعتقد أنه الكتلة تشكل صفرا انتخابيا وانطلاقة حقيقية لأخونا معالي أبو فيصل، إلا أنه ما بعرف كيف حساباته يعني ولم يشكل كتلة. هذا الخيار الديمقراطي، ونحن نخضع يعني ينبغي على الأقلية أن تحترم رأي الآخر، وهذه النتائج التي يعني ظهرت. بس جولة أولى يعني
جولة يعني أولى؟ ليست يعني المرة الأولى في موضوع الجولة الأولى، ليست المرة الأولى يعني، لا مش مرة يعني الأولى بس يعني ليست المرة الأولى. طيب ما ميز انتخابات رئاسة بس النواب، وإحنا بنحكي الآن بموضوعية والجميع بنحترمهم ونقدرهم، مبروك للي فاز وحظ أوفر للزملاء اللي ما فازوش يعني لإخواننا. لم يعني كانت قراءات صعبة في موضوع انتخابات الرئاسة من سيفوز في الانتخابات حقيقة، واستمرت هذه حتى اليوم الاقتراع يعني أو بجوز لمساء أمس يعني. يعني أنا اليوم مثلا المهندس عاطف الطراون الصبح أنا تحدثت معه بشكل مباشر، قال لي أنا بجيب 77 صوت. المقربون من الأستاذ عبد الكريم الدغمي كانوا حاسبين صفر ببدأ عندهم يعني الحد الأدنى بأسوأ الظروف، كانوا يتحدثوا عن نفسهم 57 صوت، والمقربون من عبد الله الدكتور عبد الله عكالي تحدثوا عن 35 صوت. بمعنى آخر أنه كانت مفاجأة أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى، هذه إحدى المفاجآت حقيقة واللي يعني ما كناش متوقعينها، كنا نعتقد أن الانتخابات ذهب إلى الجولة الثانية. الأمر الثاني بس عشان أعطي كل ذي حق حقه، أستاذ نبيل غشان مبارح كان مجد نظيف وقال الانتخابات انتخابات الرئاسة ستحسم من الجولة الأولى. أنا بحكي كمراقبين طبعا يعني أنا بحكي متابعين. بس أنا من باب ملاحظة، لكن كل المراقبين كانوا يعتقدون بالحد الأدنى في جولة ثانية. المراقبين يعني وأنت بتأخذ المعلومات من المعنيين والمقربين منهم بشكل مباشر، يعني كل واحد بحسب فوق 60. طب إحنا يعني صار مجلس النواب 200 مش 130 على الأرقام اللي كانت تتداولها يعني كل مرشح بتحدثوا بلغة جازمة يعني ولغة منطقية، وكل واحد له حساباته زي ما حكى دكتور مصطفى. نعم. كيف بنى حساباته هذا أمر مختلف يعني، لكن حقيقة في موضوع التحالفات لم تكن هناك تحالفات، غالبية الكتل عومت أصواتها باستثناء الإصلاح عند مرشحها دكتور عبد الله عكايلة، ووطن عند المهندس عطف الطراونة، والديمقراطية اللي هي الوحيدة جامعة العمل هي الوحيدة اللي أعلنت موقفها داعم لل وردوا تراجعوا في يعني لاحقا في بيان يعني كان هناك بيانات متناقضة. إذا شد العمل يعني الديمقراطي ما صدرت بيان، أنا الناطق الإعلامي باسم العمل الديمقراطي، بس أنتوا أعلنتوا إنكم أنتوا لا 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 لما احنا ما اعلن يعني في تسربت معلومات انكم يعني ابدا ابدا لم نعلن سربت معلومات تشاورت ونشرت على المواقع ونشرت وسائل الاعلام انه انتم حسمتوا امركم الموضوع ودعمكم للمهندس عاطف الطراوني ابدا، لكن في النتيجه أبداً يعني ابدا لم يحدث ابدا. اذا اذا يعني نرجع للموضوع انا هذه معلومه جديده باسم كتله العمل الديمقراطي، انا التصريح الوحيد الذي صرحت به بالامس على المواقع الالكترونيه وصلك نسخه منه، لم يحدث أننا أعلننا موقفا مع وما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا إذا حدا سرب لحاله معلومة هذا يعني هذا بأكد حقيقة هذا كنت متوافقين في الكتلة هذا، لكن أنا أقول أنه في بناء ائتلاف، كان هنالك ائتلاف واضح، في ائتلاف الائتلاف هو جزء من التحالف بالضبط. هلا في ائتلاف يعني كيف بني ائتلافا هاي إذن يعني ربما من ثلاث تشكل من ثلاث كتل نيابية هي وطن والتجديد والعمل الديمقراطي بالضبط، لكن في موضوع الرئاسة لم يتم حسم الأمر. سيدي أنت بتحكي كنائب وداخل في إحنا بنحكي لك كمراقبين، إحنا أن في اللي نشر واللي سمعنا ما نشر إنه كافة الكتل لحتى مساء يوم أمس عومت موقفها من موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم بشكل عام. صح. على العكس يعني كتلة الوفاق الوطني أعلنت أنها سترشح نائب أول ونائب ثاني اللي هم المهندس نصار القيسي والدكتورة صفاء المومني يعني دكتور نصار وارد. ودكتورة صفاء نعم بالزبط. صحيح. وكتلة التجمع الديمقراطي اللي هي الكتلة بتحكي عنها انه خميس عطية لموقع النائب الاول، هذا ما نشر حتى مساء امس وما تسرب، لكن يبدو انه كان يعني رغم انه كل الكتل عومت موقفها من انتخابات المكتب الدائم بما فيهم الرئاسة، واضح انه كان في تفضلت في الائتلاف انه باتجاه بنية تحالف ضمنيا بدون غير معلن قد يكون بشكل عام راح باتجاه المهندس، وهذا ما غير حسابات. اذا هذه المفاجأة يعني كانت انه لم نستطيع في الفترة الماضية ان نحسم موضوع من هو رئيس مجلس النواب، وكانت كل التقديرات والمؤشرات تؤكد بان هناك جولة ثانية. الامر الاخر الفارق الكبير وحسابات الجوله الثانيه الفارق كانت مختلفه بالضبط يعني، والتحالفات ستكون مختلفه في الجوله الثانيه. الامر الاخر يعني كان هناك فارق في الاصوات، يعني بتحكي عن 69 مقابل 34 صوت، يعني ما حدش كان متوقع تحت اي ظرف وباي حسبه ان يكون الاستاذ عبد الكريم الدغمي ان يحصل على 34 صوت. بمعنى اخر انه يعني حتى لو بده يخسر من الجوله الاولى ستكون انتخابات يعني قريبه من 50 من بعض. يا استاذ حكمت حتى لو جمعنا الاوراق التالفه واصوات المرشح وهذه احدى المفاجات
معالي ابو فيصل، وهذه احدى مفاجآت الانتخابات حقيقة. وبالتالي يعني كان في توافق نهائي صراحة، لا خلص انتخاباته خلصت، كان في توافق، كان في اتفاق، حكت ائتلاف انه في ائتلاف، انه في ائتلاف من ثلاث كتل تشكل مجموعه 54 ما اتفقنا على سيدي مجموعه 54. انا بحكي على الائتلاف، ائتلاف ما بين وطن، الائتلاف ما بين وطن والتجديد والعمل الديمقراطي، ومجموعه 54 نائبا. ممتاز، تشكل هذا الائتلاف، لكن لم يلتزم هذا الائتلاف باتجاه واحد، يعني مش القصة لم يتجه. والدليل على ذلك أنه حصل المهندس عاطف الطرابلسي على 69 صوت، بمعنى أنه أخذ من الكتل الأخرى، يعني أخذ من الوفاق الوطني وأخذ من العدالة، سبب التعويم يعني، وهذا سبب التعويم واضح. بسألك مفاجآت، مفاجآت الانتخابات، أنه ما كانت مفاجأة بالنسبة لك نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى؟ مش كثير. بس بنفس الوقت أستاذ محمد، يعني سواء سواء المهندس عاطف الطراوني أو الأستاذ عبد الكريم الدومي، الكل كان يتحدث عن حسم الانتخابات من الجولة الأولى. نعم حتى معالي أبو فيصل بزر. يعني اليوم قبل الانتخابات معالي أبو فيصل تهامست أنا وياه قبل الانتخابات، ويعني كان متفائلا أن يحسم الجولة لصالحه من الجولة الأولى، وهذا أمر يعني. وبالتالي يعني يعني النواب كانوا يحكوا أنا معك للمرشحين، وهذه مشكلة ترى نيابية، يعني مفروض أن يكون واضح مع مين هو من البداية. بالضبط. طيب، لدينا المكتب الدائم لم تنتهي انتخابات فيه بعد، غدا إن شاء الله غدا انتخابات النائب الأول والنائب الثاني والمساعدين، توافق نيابي، هل هناك صورة واضحة في موضوع النائب الأول والنائب الثاني؟ أبدا، صدقا حتى هذه اللحظة، يعني أصدقك القول، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهمات، حتى لأنه في بعض الكتل في عندها يعني في عندها مشكلة في أنها سترشح أكثر من واحدا لمنصب النائب الأول وأكثر من واحدا لمنصب النائب الثاني، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للمساعدين، وهذه قضية يعني بتثير إشكالية كبيرة. لذلك إحنا يعني حتى أنا اليوم بالاستوديو عندك وزملائنا في كتلة العمل الديمقراطي شغالين لإجراء توافقات ما بين الراغبين بالترشح لهذه المناصب، لأنه في عندنا في كتلتنا أكثر من واحد بصراحة مترشحين لمنصب النائب الأول. وبالتالي أنا يعني أجزم حتى هذه اللحظة أنه ما في أي تفاهمات من هون لبكرة الصبح، ربما يعني إذا رتبنا أوراقنا الداخلية وتفهمنا عليها ووزعنا المناصب ربما يكون في عنا تفاهم. ترى ذلك أنا ممكن أنا توزيع مناصب في المكتب الدائم؟ تقديري سيدي أنه ليش الكتل النيابية عومت موقفها بانتخابات الرئاسة، لأنه النواب الجدد حقيقة يعني عندهم هاجس أنه هذه الكتل أو القائمين على تشكيل هذه الكتل أنه لهم مصالح شخصية في أنه يكونوا جزء من المكتب الدائم، سواء في رئيس أو مساعد أو نائب. لذلك كان الشرط الأساسي لتشكيلها في أنه عدم الخوض في موضوع تحديد أسماء محددة للترشح أو لمصالح شخصية. ستكون هناك مفاجآت أكيد، نتائج الانتخابات ستنعكس على المكتب الدائم، ستنعكس على اللجان، يعني والآن تحكي عن ائتلاف، يعني هذا أمر يعني طيب. بده يكون واضح، لكن بتمنى كنت تتفق الدكتور صفاء الموبل يعني نرقب الغد. بس أنا عشان نكون برضو مع الشارع اليوم، سواء سلبا أو إيجابا، ما فيش سؤال لا في ما في سؤال في ما في سؤال حلقة لا ما في سؤال حلقة بس في اليوم مواقع التواصل الاجتماعي كان حديثها عن خطأ بعض النواب في الحلف اليمين، أداء اليمين هذا يعني في ناس عادوا 4 مرات وخمس مرات، يعني هذه كانت كارثة. خلينا بس نتابع السؤال انه مكتوب ومطبوع، طب اقرأه صح يا اخي، لا محافظة عن غيب. معتز برمان، اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على الدستور، وان اخدم الامة، وأن أقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. إعادة القسم حضرة الزميل الموكولة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. الموكولة إلي. أقسم بالله العظيم الموكولة والموكلة نفس الشيء يا سيدي. الله بعينك، الله بعينك. شو أنت شو بدك موكولة؟ إعادة الموكولة. أقسم بالله
هدوء زملاء الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام. علي الخلايلة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. الموكولة سعادة الزميل. الموكولة. بدك تعيد القسم. بنعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. الموكولة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. الموكولة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام. شكرا شكرا شكرا. أحمد الفريحات. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكلة إلي حق القيام. إعادة إعادة حضرة الزميل، إعادة القسم رجاء، مراعاة الدقة. أقسم بالله العظيم محمد الفريحات أن أكون كان مخلصا للملك والوطن. أبو سلطان كان. اسمحوا لي اسمحوا لي. يعني بدي أشكر ضيوف الكرام، وكل احترام لأصحاب السعادة النواب، هي فقط يعني كانت ملاحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت كثيرا اليوم. كل الشكر لكم ضيفي الكريمين. هذا هو يعني عدم السبورت اللي بحكي لك عنه. بس في ملاحظة صحيح. هذا هو كلهم أربع نواب يا سيدي، مختلف ناس. بس الملاحظة أنهم نواب سابقين، يعني اثنين سابقين. هو يعني هو حافظ القسم عن غيب، يعني هذا باب الثقة الزايدة من نفسه ولا هو مكتوب وموجود وحافظه عن غيب. مش خلاف مش خلاف، لا خلاف في ذلك. كل احترام والتقدير لأصحاب السعادة. من هلا بلشنا ندق محمد؟ احنا ما بلشنا ندق بحدا، لا مش دق هذا، فقط حتى نكون مواكبين الرأي العام. بدي أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، شرفتوني بالحضور. إلى هنا إذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردني رؤية. تصبحون على خير. شكرا يا سيدي.